هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية والعامة لإلك وللشريك. رح أتحدث كذلك حتى فيها عن عن كثير أمور تتعلق بالعزاب، وهذه القراءة تنطبق على برج الشمس قمر يطالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية. اوكي، بالنسبة لك يا برج الحوت، عم شوفك تتحدث مع احد من الانترنت، عم شوفك كذلك ممكن هذا الانسان يجلب لك سعادة كتير كبيرة بهذه الفترة. عم شوفك كتير سعيد، وحتى انه انت ابتعدت عن كل الاشياء اللي عم تخلي لك او عم تجعلك يا برج الحوت غير سعيد. اوكي، عم شوفك كتير سعيد بالوقت الحالي، وفي يعني كأنه هذا الانسان عم يجلب لك سعادة كتير حارمة. بالنسبة للشريك، عم شوفه شخص ممكن يكون برج من الابراج المائية او من برج الثور الجوزاء كذلك. عم شوفوا هذه الشخصية شخصية رومانسية جدا، وشخصية حالمة، وممكن حدا كتير حالم جدا، يعني عم يكون شخصية بتروح لأبعد الأماكن. أوكي، عم شوفوا لهذا الإنسان شخصية كذلك متقلبة المزاج، متقلبة الفكر، شخصية عامة الأبراج المائية أو الأبراج اللي هي روحانية كتير كبيرة بتكون متقلبة، ما بتكون ثابتة على مود واحد. بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الإنسان، عم شوفك سعيد جدا. أوكي، في سعادة، بس عم شوفك كأنه هذه العلاقة أنستك المشاق اللي كانت بالماضي، وعم تجيب لك سعادة أكثر، وكأنه عم توازن حياتك أكثر. بالنسبة للشريك كذلك، عم شوف على أنه هذا الإنسان بيبعث لك يعني تقريبا الطاقة فيها نوع من الأوقات عم تضحكوا مع بعض، وبكون فيها مشاكل، أوقات عم تكون الأوضاع ثابتة، بس عامة أنتم من الشخصيات، وعامة عم شوفها الشخصية اللي هي بتتجاكروا بشيء وعم تتصالحوا يعني بسرعة، يعني عم شوف هيك العلاقة. عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك بحب أنه يكون معك، وعنده رغبة أنه يكون معك ويستمر معك كذلك. بالوقت الحالي انت عم شوفك متجاكر معه ومبتعد جدا. اوكي، في مشاعر كتير قوية وعم يجلب لك سعادة وعم يجلب لك هذه الطاقة الحلوة، بس بالوقت الحالي ما عم تحكي معه ابدا، بس عم تحبه الى هذا الانسان، مبتعد عنه وبتحبه. يعني في علاقة عاطفية هون طفولية اكثر. عامة الإنسان لما بيحب بيصير طفولي أكثر، بيصير يعمل أشياء طفولية، بيزعل من أشياء بسيطة، يفرح من لأشياء بسيطة. وعامة برج الحوت برج رومانسي حساس طفولي هيك، يعني إذا حب هو بحب مثل الأطفال، ممكن هيك أنا عم شوفك يا برج الحوت. عم شوف شوي لأنه أنت تحبه لهذا الإنسان، بس ممكن حاليا مبتعد عنه. إيه، عم شوفك مبتعد كذلك، حتى هو يؤرقه ابتعادك عنه، بس هذا الإنسان يريدك، بالرغم من أنه رح يعمل خطوة. إذا أنتم مبتعدين رح يعمل خطوة لإصلاح أمور بينك وبينه. عم شوف لأنه مستقبل العلاقة جيد جدا، في هابيناس وفي فرح وفي كل شيء، طاقة جيدة لنجاح هذه العلاقة. عم شوف على انه ممكن هو اذا كان يريد الزواج منك، فهذا الانسان ممكن يكون اجمل اب، وكمان يعني رجل محب. هذا بالنسبة للرجال. عم شوف على انه يعني بيقول لك انه الكونكلوجن او القريب انه تكون هذه العلاقة تصل الى مرحلة متقدمة. اوكي، او يكون نتاج لهذه العلاقة، يا تتطور وتصير بعلاقة زواج، شيء مثلا يتعلق بالزواج، او تصير شيء لازم تحصلوا على نتيجة.
يا تبتعدوا عن بعض يصير في علاقة زواج. وكمان هون بيقول لك فاميلي، يعني تقريبا انه راح تكونوا أسرة مع بعض. اوكي، عم شوف كذلك يا برج الحوت، لانه انت شخصيتك جذابة بشكل غير طبيعي للشريك الاخر، عم تجذبه بشكل مش طبيعي ابدا. ممكن انت تتعامل كما قلت مع هذه الابراج، او تتعامل مع ابراج مائية بامتياز، هوائية ونارية. عم شوف ابراج الحوت وخاصة العزاب عم شوفهم يرغبون كتير بعلاقة استقرار، يحبوا فيها وينحبوا يعيشوا الحب من قلبهم. عم شوفهم كأنه في عندهم كمية مشاعر كتير كبيرة بس عم يخفوها عن الناس، كأنه عم يظهروا شيء ليس منهم. يعني بدهم انه يكونوا بعلاقة، بس علاقة جدية، علاقة توصلهم لمراحل كتير كبيرة. اوكي، كان صار لهم هذه السنوات الاخيرة او الاشهر السابقة عم يتعرضوا او عم يتعرفوا على ناس خائنين، ناس مش بنفس الثقة الذي يعطوها للناس الاخرين. اوكي، عم شوفهم اكتر منزويين لحالهم، بس شايلين كتير مشاعر بدهم يعيشوها مع شخص اخر. اوكي، ما عم شوف صراحة في شخص، ممكن في تواصلات على الانترنت، في حكي، في كلام، بس ما عم شوف في شخص جدي يأتي الى برج الحوت ليتواصل معه. اوكي، بالنسبة عامة للحياة العامة يا برج الحوت، عم شوف في حدا رح يعني رح تلتقي معه، ممكن يجي للبيت، عم شوف في سعادة رح تأتي، ممكن حتى للبعض يكون في زواج. عم شوف كذلك الأوضاع المالية ليست بالجيدة، وعم شوفك ممكن البعض فيكم ممكن يغير بيت أو يعمل إصلاحات بالبيت كذلك. عم شوف كذلك حتى في رغبة كتير كبيرة للتزويج ولا الوضع العاطفي. عم شوف الطاقة تقول إلى الوضع العاطفي كتير. عم شوفك يعني تقريبا حابب إنه تكون بعلاقة، بس عم شوفك موتر، كأنه خايف من المستقبل، خايف من الأشياء التي ستحصل بالمستقبل. بس عم شوفك تريد الحب، تريد الزواج، تريد الاستقرار العاطفي، كأنه عندك احتياجات كتير كبيرة بهذا الشهر لكن ما يتعلق بالوضع العاطفي. عم شوفك كذلك على انه تطلب الله كل يوم وكل ليلة لتحقيق متمنياتك، بس ان شاء الله راح تكون خير بإذن الله. عم شوفك كذلك حاسم قرار الى البعض منكم عم شوفهم يتخذون قرار تجاه علاقة حب، على انه انت ممكن قدام فرصتين، عندك فرصتين بالحياة، يا اما بالعلاقات يا اما بالعمل يا اما، وانت حائر. اوكي، او اخذت قرارك حاليا، عم شوف في اخذ قرار او حسم بهذا الموضوع، كان انه عندك فكرتين او عندك تو اوبشن بالحياة، يعني قرارين بالحياة او فرصتين بالحياة، واخذت قرارك حاليا. عم شوف كأنه الأمور صارت أوضح وصار في نوع من الوضوح بالعلاقة أو وضوح بالعمل أو وضوح، يعني كل واحد وعلى حسب. أوكي، يعني في تو أوبشن بحياتك واخترت واحد منهم، حسمت. أوكي، في حسم. عم شوف على أنه الشريك شخص عنده مركز عالي، مركز بالشغل جدا عالي، ممكن حتى الوضع الاجتماعي او الوضع العائلي الاسري تبعه كتير، يعني بعائلة راقية، بعائلة عندها اسم. عم شوف كذلك على انه هالانسان يعني عم تشوفه كأنه ملك حب، يعني انسان عنده يعني كلامه معسول، بيعرف كيف يحكي، خاصة بالكلام اللي يعني بيعرف كيف يجذب الشريك، يعني بيعرف كيف
يغوي الشخص الآخر، عنده هالتكنيك بحياته وبيعرف يعني كلامه معسول هالإنسان. أوكي، هنشوف كذلك على إنه هالإنسان ممكن الشيء اللي عم تحبه فيه إنه يعني ممكن عم يجاهر بحبك أمام الملأ، وعم يعني كأنه ممكن سبب الخصام، وهذا ما عم يظهر لي حاليا لأنه عم شوف في نوع من الخصام أو في نوع من الحيرة عم تحصل لك حاليا، أنه هالإنسان بالرغم من كلامه المعصول وأنه بيقول لي كتير أشياء، ما في قرار أو ما في يعني خطوة للمستقبل، لخطوة للزواج، خطوة لشيء جميل يكون قارب العلاقة. لأنه يعني عم شوف هالإنسان كأنه كان عم أنت عم تحس أنه عم يبيع لك أشياء مش حقيقية. أوكي، وهيدا نوع من الخصام، أو عندك نوع من الحيرة أو الكونفيوجن عندك داخليا، ما عارف مش شايف هل هالعلاقة صالحة لإلك أو هالإنسان عم يكذب لي لأنه يكذب علي. أوكي، لأنه عم شوف هالإنسان بيحكي كلام حلو بس الحقيقة أو شيء بالواقع ما عم تلمسه، ما عم تلمس على أنه هالإنسان يريد تقدم لخطوة للأمام. هيدا يعني عامل لك حيرة من أمرك، ممكن هيدا ممكن تكون أنت صارحته بالموضوع وتزعلته، ممكن حكيته بهالموضوع، وممكن جدا وارد أنه هيدا خالق لك نوع من الإشكاليات بفكرك ومو قادر تواجه الشريك. هيدي التو اوبشن كمان صالحة لإلكم. اوكي، عم نشوف كذلك على انه هو ممكن حاليا عنده كتير اشياء يوازنها بالحياة. اوكي، عنده هالانسان كتير اشياء يسعى اليها، في نوع من كأنه بيحاول يوازن بين عمله وبينك انت، وكتير اشياء، في كتير اوبشن بالحياة عنده. ممكن عنده كتير هوايات، هالانسان بحب السفر، بحب الاكتشاف، وكمان عنده كتير اشياء بحب بده، يعني عنده حيرة من امره كذلك، لانه عم شوفه بيهتم هالشخص فيك وعم يهتم لعمله، عنده confusion كمان، عنده نوع من الحيرة كذلك على انه اي طريق يتبع. ممكن الانسان ما عم تحب فيه لانه منه صريح معك، ما بيعطيك الحقيقي، كانه عم تشوف انه شخص يماطل، في نوع من الضبابية حتى بالعلاقة، ما عم تشوف الصورة الواضحة أكثر، عم تشوف الإنسان جميل وعم يحكيك بنوع من الجمال وما عم يأذيك، بس ما عم شوف شيء واقع، ما عم شوف تطبيق لهالكلام الحلو بالحياة. أوكي، ممكن حتى إيجابيا عم شوفك إنسان عم تحسه عنده كتير، يعني عنده كل السبل ليكون ناجح، إنسان ممكن وضعه العملي جيد، وضعه المالي جيد، أو يسعى إلى تحسين وضعه المالي والمادي، عنده كتير أشياء أنت عم تشوفها فيه، كتير أشياء إيجابية بشخصيته، حتى ب يعني كتير أشياء إيجابية فيه. أوكي، أما هو ما عم يحب فيك هالنوع، يعني أنت بدك دائما الاستقرار، دائما يعني هالموضوع الاستقرار كتير حاسم فيه، أما يعني ما بحس فيك أنه جعلت العلاقة فيها نوع من المتعة، بحس أنه العلاقة تسير إلى منحة الاستقرار والمنحة العلاقة الروتينية أكثر. أوكي، بده هو شوي ياخد وقت ليستمتع، تكونوا مع بعض، تهتموا لبعض، تكون هيك بده هو. ما بحب فيك هالطريقة، وكذلك بحب فيك انه انت انسان عندك شجاعة وعندك مقدم بالحياة، عندك تفاؤل دائما بان الغد سيكون افضل،
وهذا الشيء بحب في بحبه فيك. عم شوف انه الانسان يعني نيتك انت بظل ببين انه في نوع من النيه للزواج، نوع من بدك انت تاسس يعني ترسم العلاقه ويعني تكون يعني مع هالانسان بالزواج. اما هو في نوع من الضبابيه بفكره، هالانسان عم يحبك وعم عم عم ينوي معك كتير اشياء، بس حتى الوضع المادي حاليا ما عم شوفه عم يسمح له، لانه الفايف اوف بنتكلز حتى ما ممكن يكون عنده الوضع المادي ليس بجيد، لهيك ما عم يفكر بالاستقلال. بس هالانسان عم يفكر انه انت الشخص المناسب بحياته، في نوع من الحب، وحتى انت يعني تتوافق معه روحيا، اوكي، في توافق روحي كبير بينك وبينه. حاليا اذا يعني نشوف هل سي يعني الخطوة القادمة، في نوع من الضبابية اكثر، بس رح توضح مع الـ مع الـ مع الوقت. يعني هالعلاقة يعني رح عم شوف فيها وضوح اكثر بالمستقبل، بس حاليا عم شوف في نوع من الضبابية، خاصة لإله هو ما عم يشوف الطريق الحقيقية او الطريق اللي هي انسب لإله، اوكي. عم يحسك انه انت الشخص المناسب، بينوي معك اشياء جميلة، بس حاليا فكرة الزواج والاستقرار ما عنده بباله، لانه عنده افكار كتير وعنده عمل، عنده الموضوع العملي كتير شاغل باله، بيأسس حاله اكثر حاليا، لهيك ما عم يفكر بالزواج او بالاستقرار بهذا الموضوع، اوكي. بس انت شخص يعني بيشوفه على انه اجمل انسان ممكن يتمناه، اوكي. هذا اللي عم يطلع لك يا اصحاب القراءة التاني، اصحاب الحجر الازرق، رح نشوف نصائح لك. بقول لك الورق على انه انت بامان، لانه في حماية لإلك ولطاقتك وحتى لحبك ولبيتك، اوكي. يعني انه هالعلاقة رح تضل محمية ورح تضل كأنه الله يحميها، بالرغم من انه عم تشوف كأنه هالعلاقة لا تقول الى شيء من الايجابية، بس رح تضل هالعلاقة. عم شوف في انه رح تضلوا بهذا الطريقة، انا ما عم شوف في خصام او ابتعاد جسدي كبير، بس عم شوف كأنه في نوع من الحيرة بينك وبينه، اوكي. بيقول لك انه هالسيتويشن او هالمرحلة اللي عم تمروا فيها انت والشريك ممكن يعني هي اللي رح تجعل هيده العلاقة متينة، يعني قوية، يعني كأنه في بس لازم يعني تضلوا مع بعض. وعم شوف انه هالعلاقة رح تضل بالرغم من كل هالشي اللي حاصل حاليا، عم شوفه راح تضل وراح تستمر، بس لازم تتحمل هالأعباء اللي هلأ بالعلاقة. كذلك عم ينصحك الورقة لأنه إذا بدك تنقي طاقتك، الطاقة السلبية اللي حاليا عم تشعر فيها وأوقات عم تحس حالك لست بالجيد، ممكن أنه تروح على مكان فيه ماء، شلالات، بحر، ممكن تغتسل بالماء، يعني أن تلامس الماء، لأنه الماء كذلك بيشيل الطاقة السلبية. أو علاقة عمل، حتى العمل ممكن يطلعوا من هذا العمل، يقدموا استقالتهم أو يغيروا عمل جديد، أوكي، رح يلاقوا عمل جديد. بس عامة انتبه للأيادي،
انتبه كذلك لخسارة الأموال، عم شوفك أكثر عم تبذر مالك، حتى عم شوف ما عم شوف في أموال مقبلة، عم شوف أنه عم تحط مال أو عم تصرف مال أكثر، ما عم تجني مال بهذا الشهر. بس انتبه للخسارة المادية، انتبه لصحتك، لأعينك، للنوم. كذلك حاول تشرب مي كتير. عم شوف كذلك انتبه لأيديك، انتبه من انه يكون في جرح، لأنه عم شوفك كأنه بالمطبخ ممكن تجرح إيدك. انتبه لهذه الأشياء. أوكي، هيدا كل شيء بالنسبة لبرج الحوت. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لك.